السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدر نجيب الثلاث ايام اللي احنا ان شاء الله كل يوم هنخس كيلو. ريجيم الثلاث ايام هيبقى كل يوم نظام دايت او نظام ريجيم مختلف عن اليوم اللي قبله، بس بالتالي هيبقى في حاجات معينه لازم نعملها عشان خاطر نقدر نخس الكيلو في اليوم، من دهون، من ميه زايده في الجسم، من اي فاتس في الجسم، اي دهون في الجسم من جميع المناطق. اول حاجه، اول يوم هنبدا، يعني احنا هنبدا بكره، او في ناس مثلا مش هتبدا بكره، تبدا على بكره. اول يوم تبداوا فيه الرجيم هنعمل كالاتي: اول ما نصحى من النوم مباشره هنشرب 3 كوبايات ميه. اول ما نصحى من النوم، اول ما نفتح عينينا كده من فوق، هنشرب 3 كوبايات ايه؟ 3 كوبايات ميه، تمام. وجبه الفطار بقى يا شباب، وجبه الفطار هتبقى بيضتين بياض وبيضه واحده بالصفار، يعني 3 بيضات، 2 بياض من غير صفار وبيضه واحده بالصفار، زائد طبق سلطه صغير. وجبه الفطار ايه في اول يوم؟ 3 بيضات، 2 بياض، وجبه وبيضه بالصفار، زائد طبق سلطه صغير. بعديها بساعه هنشرب قهوه خضراء. بعديها بساعه هنشرب ايه؟ كوبايه قهوه خضراء او شاي اخضر، اللي ممكن، تمام. بعديها بقى 3 ساعات هنخش على وجبه الغداء، هتبقى ربع فرخه مشويه زائد طبق فاصوليا متوسط. ربع فرخه مشويه زائد طبق فاصوليا ايه؟ متوسط. بعديها بساعة هناخد السنيكس بتاعنا، لا اما تفاحية لا اما موزة، تمام؟ بالنسبة لوجبة العشاء اللي هي هتبقى قبل ما ننام بساعتين، تمام؟ هتبقى علبة زبادي لايت. وجبة العشاء قبل ما ننام بساعتين هتبقى ايه؟ علبة زبادي لايت. وقبل ما ننام مباشرة هنشرب شاي أفضل. قبل ما يعني خلاص داخلين ننام هنشرب كوباية شاي أفضل، تمام؟ ده بالنسبة أول يوم. تاني يوم هنصحى برضو هنشرب 3 كوبايات ميه. وجبه الفطار 100 جرام جبنه قريش زائد معلقه زيتون. 100 جرام جبنه قريش زائد ايه؟ زائد معلقه زيتون. بعديها بساعه ونص هناخد شاي اخضر او قهوه خضراء، نختار ما بينهم عشان ده بيساعد على الحرق. وجبه الغداء هتبقى 3 سمكات مشوية زائد 3 معالق رز. 3 سمكات مشوية زائد ايه؟ 3 معالق رز. بعديها اللي هو السنيكس بتاعنا هناخد مزايا، اوكي. بالنسبة للعشاء، العشاء بتاعنا هيبقى برضه زبادي دايت. العشاء بتاعنا هيبقى زبادي دايت اللي هو من غير أي دهون، تمام؟ وقبل ما ننام هنشرب كوباية الشاي الأخضر، تمام. اليوم الثالث اللي هو تالت يوم، وجبة الفطار بتاعتنا هتبقى 4 معالق فول زائد جزراية. أول ما نصحى من النوم 3 كوبايات مية، بعد كده هنفطر 3 4 معالق فول زائد جزراية، تمام. بعديها هنشرب الشاي الأخضر اللي هو بعد الساعة. الشاي الأخضر ده أساسي، أو القهوة الخضراء ده أساسي عشان يعلي نسبة الحرق. الناس اللي بتحب المشاريب فعشان الحرق يعلى عندها، في ناس بتقول لك جنزبيل ليمون كل ده كويس، بس أنا بطلب الشاي الأخضر والقهوة الخضراء عشان المواد الخضراء دي بتعالج نسبة الحرق جامد جدا، تمام. وجبة الغداء هتبقى قطعتين لحمة مشوية، تمام؟ قطعتين لحمة مشوية زائد نص رغيف. قطعتين لحمة مشوية زائد نص رغيف، تمام. وجبة العشاء بقى بتاعتنا هتبقى زبادي لايت زائد طبق سلطة. وجبة العشاء هتبقى ايه؟ زبادي لايت زائد وطبق سلطة. وقبل ما ننام طبعا لازم نشرب كوبايه الشاي الاخضر. ده نظام ريجيم هنمشي عليه 3 ايام، وانت هتمشي عليه 3 ايام هتخس ان شاء الله كل يوم كيلو. وتابعوني وقولوا لي احنا مثلا وزننا النهارده ومشينا عليه النهارده قدرت تخس قد ايه، وبعد قدرت تخس قد ايه، وبعد قدرت تخس قد ايه، تمام. زائد التمارين انت هتعملوها مع النظام دوت، التمارين اللي انت هتعملوها زائد النظام دوت. النظام دوت انا بعتمد فيه على البروتين وبقلل فيه الكارب. بعد 3 ايام هيبقى في نظام تاني هنغير فيه، هنقلل فيه نسبة البروتين وهنظبط فيه نسبة الكارب. هيبقى في انظمة كتير مختلفة، بس
تمشوا على اللي انا قلت لكم عليه وتبلغوني احنا خسينا قد ايه او احنا وصلنا لايه. اهم حاجه اول ما نصحى من النوم 3 كوبايات ميه، تمام، وعلى مدار اليوم نشرب ميه على قد ما نقدر. بالنسبه للناس اللي شهيتها مفتوحه وتحب تاكل كتير ومش قادره، تشرب ميه قبل الاكل وتشرب ميه بعد الاكل. يعني انا داخل على وجبه الفطار اشرب ميه كوبايتين وبعد الاكل كوبايتين، الغداء والعشاء هكذا عشان نقدر نقلل نسبه الاكل فيش بالنسبه للشهيه المفتوحه. كده احنا خلصنا حلقه النهارده ان شاء الله. تنسوش تدعمونا بالاشتراك ويعملوا شير كتير عشان ناس كتير تشترك معايا، وان شاء الله نبقى اكبر تيم في مصر، وان شاء الله اكون قدرت افيدكم في حاجات كتير. ما تنسوش انتوا ايه؟ انتوا قد التحدي. السلام عليكم.